بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله حل السؤال الرابع. السؤال بيقول find الكيوبيك روت ل8 multiplied by root x. عشان أحسب الجذر التكعيبي ل8 روت x أحسبها إزاي؟ إحنا لسه في السؤال الأول، لو كنتوا فاكرين قلنا لما يكون عندي الجذر n للجذر m لاكس او لاي عموما هو عبارة عن الجذر n m للاكس، اللي انا ممكن برضو اكتبه بهذا الشكل 1 على n في m. تمام، يبقى الجذر n للجذر m لاكس هو نفسه الجذر n في m في اكس او اكس باور n على m. ده اول. وايضا احنا اتفقنا لما يكون عندي جذر هذا الجذر استطيع توزيعه على الأرقام اللي موجودة داخله طالما هي مضروبة وأنا مطمن تماما. ليه هنا مطمن؟ فاكرين؟ عشان الجذر هنا فردي. طالما الجذر فردي اطمن تماما، وزع تماما الجذر على الرقم الأول وعلى الرقم الثاني. طيب نبدأ. الجذر التكعيبي لـ8 جذر إكس هو نفسه الجذر التكعيبي لـ8 الجذر التكعيبي للجذر الثاني، يعني الجذر السادس لإكس. تمام، الجذر التكعيبي ل8 بكام؟ ب2 مضروبه في الجذر السادس لمين؟ لاكس. يبقى نفس الرول اللي احنا قلناها في السؤال الاول عدناها تاني هنا. عشان كده بنقول هذه الرولز احنا نعرفها مره واحده لكن هنستخدمها اكثر من مره. لو بصينا فين السؤال ده موجود او فين الاجابه دي في اي اختيار، هنلاقي ان هي choice A هو اللي عندها 2 الجذر السادس لمين؟ لإكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.